اليوم الأول في أي بطولة يكون يوم غير عادي، طموحات، تحقيق اللقب، الكل يحلم، الكل يرسم سيناريو في مخيلته، الجماهير ترفع سقف التوقعات وتدعم اللاعبين، الكل يحلم ويتمنى أن تسير الأمور لصالحه. مع ضربة البداية تبدأ المعارك في الميدان، تبدأ الإثارة في المستطيل الأخضر، وهذا ما نترقبه. الله على الروعة هنا في هذا الملعب، أجواء مشتعلة وكل شيء جاهز من أجل خلق الأجواء المثالية لمباراة كبيرة. نؤكد للمشاهدين أنه لم يفوتهم الكثير لأن المباراة بدأت للتو. ضغط قوي وينجح في استعادتها. الآن فرصتهم للمرتدة، الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. لمسة على اليسار، كرة في المساحة الخالية ويبحث عن خيارات. الركنية الأولى في المباراة. كرة راسية، يبعد الكرة بعيدا عن مناطق الخطورة. الأرجنتين ومحاولة مع المرتدة. الهجوم تحول الآن إلى الجهات الأخرى. دي باول كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا، ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. يلعبها لمنطقة الخطر. دي باول ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام. مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. أي دفاع هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار هذا؟ فاتت ومرت وصلت إليه. حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة، لقد كان بالإمكان أفضل مما كان. ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا. تمريرة جميلة، كرة تعود إلى منتصف الملعب. دي باول، هدف للأرجنتين. كرة ذهبية، لا يمكن أن ترفض الهدية. إنهاء رائع صراحة في اللقطة الماضية، أيضا رائع أيضا في اللقطة الماضية، هدف جميل جدا. أصبحت النتيجة الآن هدف مقابل لا شيء. من الواضح جدا جودة الفريق في التمرير. باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. ممتاز في التمرير. كرة عرضية، بداية هجمة كانت مبشرة. جميل، ما الذي حدث هنا؟ والتسديد، الكرة في المرمى، يا سلام. تقدم لم يدم طويلا، لكانت رائعة وبالسرعة المناسبة، وبالتالي أسيست رائع لهذا الهدف. لا يمكن أن يضيع مثل الكرات، لو كنت مكانه بالتأكيد سأسجلها. لا يمكن أن تترك الخصم يلعب بحرية في هذا المكان الخطير ثم تتوقع أن تخرج الكرة بأمان، لا يمكن، بالتأكيد ستكون عقوبة صعبة جدا. بهذا الهدف، بهذا التعادل، تعود المباراة إلى نقطة البداية. هنا تظهر لك الشخصية وتظهر ردة فعل السريعة من الفريق بتسجيل. يطلق الحكم الصافرة. بداية الشوط الثاني. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف أضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة. شيء غريب، شيء خيالي بصراحة. هجمة كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت. قد تكون هذه فرصتهم. تدخل حاسم لقطع الكرة. موجود لإبعاد الكرة.
اعتراف في وقت مثالي، أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم، فرصة هجوم معاكس، ينجح في إبعاد الكرة. كانت انطلاقة واعدة نحو المرمى، دفاع كانت له الكلمة الأخيرة. بينية رائعة، يستقبل كرة في وضعية ممتازة. كان ممكن الأمور تتعقد أكثر في الهزم المرتدة لولا التدخل الجريء لاستعادة الكرة مرة أخرى. حلول كثيرة كانت متاحة في هذه، متاحة وخطيرة جدا. يتواصل اللاعب برمية التماس. يلعب كرة بينية. تاغليافيكو يتدخل في الوقت المناسب. تاغليافيكو يبعد الكرة. أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. دي ماريا يحاول تمريرها من بين المدافعين. اعتراف رائع للكرة. ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام. مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. رودريغو دي باول. تبديلات من الجانبين من أجل صناعة الفارق الآن. نمبر 8 coming on the field. Number 21 دبالا. Number 9 Number 5 ليندرو باريغا. في الوقت المناسب يتدخل مارتينيز. تحية كبيرة على روح الفريق العالية ورغبته في تحقيق الانتصار. الاستمرار في المحاولة أمام المرمى حتى الدقائق المتأخرة. يحاول أن يلعب كرة بينية. تمركز سليم لقطع الكرة. يلعب كرة على اليسار. مرت الكرة. يبعدها بقبضة يده. خلص الكرة. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. كرة إلى الأمام. وصلت إليه. باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. مارتينيز يحاول إبعاد الكرة. يسيطر على الكرة. ها هي صافرة نهاية المباراة على تحقيق الفوز. الكل كان منتظر صافرة النهاية وإعلان نتيجة المقنع للفريقين. 90 دقيقة من اللعب بدون coming on the field is number 20. اختبار حقيقي لقوة التحمل، قوة الشخصية، قدرة اللاعبين على التألق بعد دخولنا إلى أوقات إضافية. تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى. كرة خطيرة نحو الأمام، فكرة ممتازة ولكن تنفيذ لم يكن جيد. لمسة على اليسار. رمية جانبية. coming on to replace him is number 11. ركنية. ركنية قصيرة. يلعب رمية التماس. ميسي. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. غونزاليس في وقت مناسب جدا يقطع الكرة. ركنية هي الأولى في مباراة اليوم، وركنية واحدة كانت في الجانب الآخر. ملعوبة قصيرة من ميسي. تنطلق الصافرة إذن وينتهي ربع ساعة أخير.
ستبدأ أحداث الشوط الإضافي الثاني. التوتر هو الشيء السائد بين الحضور وحتى على مقعد البدلاء. لا مجال للأخطاء، لا مجال للتهاون، لأنه أي خطأ قد يكون مكلف ولا يمكن تعويضه بعد ذلك. اسمح لي القول أنه ربما من سيسجل الآن ضربة رأسية لن ترتب على نقل هجمة في ثواني بسيطة. مساحة خالية على الجانب. مارتينيز، هدف للأرجنتين. الله، روعة، تقدم جديد. بدون أي فلسفة أمام المرمى يتمكن من التسجيل. عمل جماعي رائع من هذا الفريق، ساعدهم الاداء الدفاعي الخصم اللي عنده مشاكل كبيره اليوم، لكنهم استغلوا ايضا المساحات. ينجحون في التقدم بالنتيجه بفارق هدف وحيد. باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطه الماضيه. يبحث عن المهاجم. هل تكون هذه هي فرصة تعادل؟ لم يتبقى أمامه الكثير من الوقت وعليهم استغلال الفرصة. ليس هذا أفضل ما لديه بكل تأكيد. يرسلها للجانب الآخر من الملعب. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. مباراة مثيرة جدا، نهاية دراماتيكية، خطأ وحيد تسبب في هدف. كان هو الفيصل.